بدنا نكتة، ما بدنا لا سؤال ولا جواب. أظن يزهقتوا. يلا. في واحد دش دكان. دخل دكان حلو. قال له عندك بيبسي صغير؟ أوكي. قال له إيه. قال له خلي عندك لما يكبر. أسهل اللي قدرت عليه والله. في واحد مشى 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 وقف ليش؟ ليش؟ خلص البترول. واحد طلع المعاش ما عرفش ينزل تاني. هذا مرة واحد مدرس طلب من طالب انه يرسم، فأعطاه ورقة بيضة وقلم. غاب المدرس ساعتين، رجع لقى بس في نقطة هيك على الورقة، فقال له ها وين الرسمة؟ قال له مو شايف، هذا فيل جاي من بعيد. هذا في مدرس سأل طالب الثعلب يلد أم يبيض؟ قال له والله الثعلب مكار ما بندراله.